ليكو ليكو كريم ليكو. كريم حبيبي كريم، شو عملت؟ بترجاكي أمي، كان لازم أعمل هيك. تفضل امشي. لوين أخدينه؟ على الحبس؟ بدكم تحبسوه ما هيك؟ أخدينه على المحكمة مشان ياخدوا إفادته بالقصر العدلي. تفضل. هذا مفتاح السيارة، خليه معك. امشي. القصة انتهت، حكيت لهم كل شيء، يعني أنا كمان رح نال عقابي مثلي مثلهم. لساتك مو مصدقة؟ شو رح يصير في اختي؟ رح يحبسوه ما هيك؟ رح ينحبس؟ ما بعرف. يا الله شو لازم نعمل هلا؟ طب يلا خلونا نلحقه على القصر العدلي. ايه يلا امشوا. عجلوا شوي، خلونا نلحقه بسرعه. لمعي موبايلك عم بيرن. هي أكيد ميسر، بيكون نطف قلبها. ألو ميسر. لمي ليش ما دقيت لي؟ قلبي مثل النار يا زلمة. كنت رح دقلك هلأ، كنت رح دقلك. طلع رايح على المخفر مثل ما حكى؟ إيه لقيناه بالمخفر وأخدوه على القصر العدلي ونحن لاحقينه لهونيك. الله يصلحه ويهدي، عملها يعني؟ إيه حكاله للشرطة على كل شيء. أكيد هالصبي طاير عقله، رح يخرب لنا بيتنا. ماما شو صاير؟ نخرب بيته هو ميسر. ليكن ها؟ ليك سيارة الشرطة قدامنا، رح خبرك أول ما نوصل. وشو الحل هلأ لمعي؟ أكيد هلأ رح يجوا ويستجوبونا إلنا كمان. شو كان بده من ورا وجعة هالراس؟ الله يصلحه، ورطنا معه لمعي، ورطنا هالصبي. لمعي إلا لمرتك لا تتصل بحدا. الست مريم عم تقلك لا تتصلي بحدا، مفهوم؟ أكيد رح تتصل بمونير وتحكي له كل شيء. هات خدي احكي مع فاطمة، خدي احكي. مرت أخي اصحك تتصلي بأي حدا. يعني بمين بدي اتصل بالله؟ أنا عم نبهك مشان ما يتخبوا أو يهربوا من الشرطة. لا تخبريهم، لازم الكل ينال عقابه طالما بلشنا، ما فينا نرجع هلأ. طيب شو حكى لهم؟ جاب سيرتي شي بالضبط؟ هلأ منشوف. ليكنا رايحين. يا الصفا اللي عمل اللي بده إياه، بس المهم ما يقرب مني عيني. فاطمة ليكي، كل اللي عملته كان لمصلحتك، أنت بتعرفي هالشي. بدي سكر ماشي؟ بس مثل ما نبهتك اصحك تخبري حدا مشان ما يهربوا. ما بتخبر حدا، ما بتخبر حدا. الله يسمع منك. ماما شو عم يصير؟ ما في شي ابني، طلع العب برا بجنينة. ماشي. البس جاكيتك. إذا بدك في عندي استاكوزا كمان. نزل لي صندوقين. هات يا ابني السمكات. ليك لساته انتازه، مثل ما انك شايف صيد اليوم. مثل ما اتفقنا كل يوم بجيب لك نفس الكمية، لا تاكل هم. فاهمي؟ شبك؟ ما في شي بابا اطمن. هات الصندوق الثاني.
تفضل اخي، الله يرزقك. كتر خيرك. يلا يا ابني يلا. انا رايح اجيب قهوه تشرب معي. لا يسلم، اجت امي. شو الاخبار ماما؟ ما في شي جديد. رح طق وموت من هالقعدة. مرت عمي تشربي قهوة؟ لا يسلموا ابني، عود دقيقة عثمان. شوفي شو السر اللي انتم مخبينه عنا؟ سر شو؟ الحادث صار بضواحي اسطنبول، يعني بنواحي جوكسو وقريب من المتحلق، وبقرنة كتير قريبة على بيت هديك البنت. ما بظن إنه هي كانت مجرد صدفة. مظبوط. أنا خايفة ترجع تنفتح القصة القديمة من وراء الحادث، لهيك إذا أنتم مخبيين عني أي شيء لازم تقلولي يا هلأ. والله نحن كمان تفاجأنا مثلك لما درينا بمكان الحادث، بس ما بظن إنه الموضوع له علاقة بالبنت. ما قلت لي إنه كان يشرب ويروح يراقب بيتها للبنت؟ بجوز كمان راح لنفس السبب. أنا فهمان عليكي، بعرف ليش قلقانة، بس ما في داعي لتلفتي الانتباه للقصة القديمة. تعرفي كان تعبان وأعصابه تلفانة، بس اللي أزم الموقف علاقة أمه مع خاله منير، هي القصة اللي أزمت كل الموقف. سكوت مرام جاية. أهلين حبيبتي. أنا بدي روح على البيت اتدوش وارتاح لي شوي كمان. إيه روحي بنتي، أنتي من امبارح هون وما نمتي طول الليل. أنتي كمان ماما نفس الشي، مرام خديها معك لأمي كمان. لا أنا بدي ضل هون. ماما نحن ضلين هون، أنتي روحي. خلينا نروح سوا نرتاح شوي ونرجع. شكلك تعبانة كتير ماما. بترجاكي، وأنتي كمان تعبتي من القعدة هون، حاجتك خلينا نروح. خليني روح شوف شو صار بالأول. بروح معها ومن هنيك بنطلع دغري. ماشي حبيبتي، ديري بالك على ماما. ليش جبت سيرة خاله منير؟ ليش قصدت تزعجها؟ ليش بشو غلطت؟ ما الكل عرف بوساخة خالك ورزالته مع خالك اندا، ولا انا ما بحق لي احكي؟ العمية جيب لي معك سندويشه. كيفه؟ بكفي، حاجة تتظاهري، ما بدي اشوف دموع التمسيحي. انت مفكره حالك فيكي تخدعيني؟ شمسي رجاءا. ولك الك عين تيجي لهون؟ انقلعي، ما بدي اشوف وشك. بترجاك ما فيني اترك ابني بدون ما اطمئن عليه. لا تتبكبكي روحي بلا ما تطلعيني. خلقي احنا بالمستشفى. انا ما بدي اشوفها هون، خديها من خلقتي. ماني متحركه من هون. انقلعي قبل ما اساوي مشكله. بترجاكم اهدوا شوي، وجودها هون ما له داعي، خليها تروح تنقلع احسن لها. شمسي بترجاك تهدى شوي. حاجة تمثلي علي، قلت لك انقلعي يلا. بترجاك ما تعاملني هيك، هذا ابني كمان. كيندا قومي روحي معنا. خدوها يلا، ما بدي اشوفها هون. خلص بس انت اهدى شوي. يلا كيندا قومي، منروح منرتاح ومنرجع، قومي معنا. ساعديني مرام. ست كيندا ارجوك. يلا مرام انت خديها على السيارة، وانا رايحة اجيب الشناتي تبعنا. يلا رمزية انت جاية معنا؟ نحن رايحين نرتاح شوي بنرجع لهون. يسلم وديك. صح، وهنا
فيني فوت؟ فوت فهمي. لا تواخذني على الإزعاج، بس من شوي شفت كريم سيارة الشرطة لوين أخذينه؟ وأهله كانوا لاحقينه. خير أخي محمد، شوفي شو صاير معه؟ قلي. كريم مقدم بلاغ ونحن هلأ حولناه على القضاء. بلاغ شو؟ موضوع حساس ما فيني أقول عنه بنوب، لأنه هذا الشيء مو من صلاحياتي. يا الله، هيك خوفتني أكتر، مشان الله قال لي شو فيه. ما فيني إلك. طيب ما رح أسألك سيدنا، هلأ بروح بسأله لكريم وبعرف منه. شو رح يعمل بالمحكمة؟ رح ياخدوا إفادته. ايه فهمت. تفضل عود لنضيفك كاسة شاي. لا لا مستعجل، لأنه أنا تركت شغلي وجيت لأسألك. يلا بالإذن. إذنك اسمح لي. يعطيك العافية. الله يعافيك. لأنك أنت هنيك ولأنه أنا ما منعتهم عنا، بعتبر حالي مذنب. أنا كتير ندمان لأنه سكتت لحد هلأ، لهيك لازم نتعاقب كلياتنا. لمعي حاجة حوز، تعود هلأ منعرف بس يطلع. قلتك شو رح يعملوا معه؟ خليني أسأل شي حدا. أخي بترجاك تقعد. ماشي خلص قعدت، روقي. بس شو رح يسألوا؟ قلتك دغري رح ياخدوه من هون على الحبس؟ سليم رجدان، عثمان رجدان، مراد ناملي. الأسماء مزبوطة؟ مزبوطة. وقع لي عليها. شو عم يحكوا معه؟ وليش لهلأ ما طلعوا؟ عن جد رح يحبسوا هلأ ست مريم؟ ما بعرف شي، لازم نلاقي محامي يدافع عنه، بده محامي كثير شاطر. بتعرفي شي محامي؟ لا ولا تربطوا إيدي ورجلي. لحظة، بعرف محامي من الضيعة. ايه تذكرت؟ في محامي رفيقه للمعلم غالب زمان وعطاني رقمه، قال لي إنه محامي شاطر كتير ومعروف عنا بالضيعة، عطاني رقمه وقت اللي صارت القصة بس ما اتصلت فيه. تعرفي أنا وقتها كنت مقهورة كتير من كريم. آه صحيح، شو كان اسمه؟ كمال؟ جمال؟ كنان، يا ربي شو كان اسمه؟ أظن إنه اسمه المحامي كمال. بجوز حذفته لرقمه، بس بتذكر لما حفظت رقمه كتبت قدام المحامي. يا الله وقت الزنقة بيضيع الواحد. إذا بتتذكري اسمه فينا نجيب رقمه من هون. طمني مو مشكلة، رح نلاقي. لا تاكلي هم. مع مين رح تحكي؟ لحظة. ألو شو صار معكم؟ اسمعي ست ميسر، بدي أطلب منك طلب لو سمحتي. وينكم لهلأ؟ خبروني شو صار معكم؟ نحن بالقصر العدلي عم يحققوا معه. بدي منك تفوتي على قوتي ماشي وافتحي أول درج بالكومدينة بتلاقي دفتر بقلبه. استني شوي. والدفتر لونه أزرق. رح طق على ما أعرف شو صار معكم. يلا قليلي. قلتلك ما صار شي لهلأ معه، كريم لساته معهم جوا عم ياخدوا إفادته. لقيتي للدفتر؟ لا في دفتر ولا في شي. دوري منيح رح تلاقيه، دفتر صغير ولونه أزرق، هو دفتر تليفونات. إليكو ليكو لقيته. ها افتحي ودوري على اسم المحامي كمال على ما أظن، أو يمكن كنان. ماشي بده محامي؟
يعني رح يحبسوا لكريم؟ لك مشان الله هلا مو وقتك، يلا ساوي اللي عم اقول لك اياه. هون بحرف الكاف مو موجود اسم كمان. شوفي شو صاير معكم؟ بدها محامي وعم تسأل عن رقمه. كتير منيح منيح. المحامي نزير. ايه؟ ايه نزير؟ هيك مكتوب قدام اسمه هون، هذا هو مو؟ المحامي نزير بكلي. ايه هو، تمام. وهلا بدي منك تنقليني رقم تليفونه. يلا. ايوه. ايه كتبته؟ ماشي يسلموا ايديكي. ليكي انا قاعده هون على نار، بدي اعرف شو صاير، اتصلوا وطمنوني. ماشي رح نخبرك. يلا الله معك. عم بيرن؟ مسكر، بدي اترك رسالة. مرحبا استاذ نزير، انا مريم اكسوي. انا بكون قرايبته للمرحوم المعلم غالب، من الضيعه انا وياه، كنا كثير صحبه. وهو اللي اعطاني بالزمانات رقم تليفونك. وانا هلا واقعه بمشكله كبيره وبدي مساعدتك لانه الموضوع خطير كثير. بترجاك ترجع تتصل فيني باقرب وقت، ضروري تتصل فيني. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. شد حيلك أخي، كلنا على هالطريق. نزير مسك، اشرب مي. كانت تقول لا تبكوا علي، لازم نحقق رغبتها. والأفضل تدعي لها، المسكينة ارتاحت من عذابها. أنت ما قصرت معها، صار لها سنين وهي عم تعاني، وانت كمان ما قصرت معها ابدا. الله يطول بعمرك ويخلي لنا اياك اخي. الغيب فبشره بمغفره واجر كريم. هالرقم سجلته عندي من زمان، ان شاء الله ما يكون مغير رقمه. ان شاء الله. نسيت اقول له على رقمي، بس بظن رح يبين رقمي عنده على الرساله، ما هيك؟ خليني ارجع ادق له مشان اعطيه الرقم. فاطمه كيتنجي؟ سيادة القاضي بده يشوفك. ليش؟ تعي وبتعرفي. ست مريم روحي روحي، أنا جاي معك، رح فوت معك لجوا. لو سمحت خليك هون. فاطمة لحظة، لا تخافي أختي، أنا هون معك، لا تخافي. تعي بنتي. انت فاطمة كيتنجي ما؟ بالاول لازم اتاكد من هويتك. يا ترى شو بيكون بدون فاطمة؟ خايف عليها لأختي، كتير خايف عليها. قلتي لي ساكنة ببيكوز ما؟ بشارع بيكوز. حلو، عدي بنتي. طبعاً بتعرفي إنه جوزك مقدم بلاغ، قال إنك تعرضت للاغتصاب من قبل أكثر من رجل.
وانه كل اللي حواليكي ضغطوا عليكي مشان تسحبي الدعوة ضدهم وجبروكي تتزوجي، وبهيك سكروا على القصة. شو ردك؟ فاطمة شبكي؟ استنى لا تتدخل، احكي بنتي، حكيه مزبوط؟ بدي اسمع صوتك. مزبوط. طيب بدك تشتكي عليهم؟ بصفتك المغدورة لازم تدعي عليهم بنفسك، بدك تشتكي؟ لو اشتكيت رح تاخذوا لي حقي؟ طبعا إذا قدمتي شكوى. فورا رح نبدأ معهم بالتحقيق ورح تنفتح القضية من جديد. وحسب نتائج التحقيق يا أما رح ترفع الدعوة أو بتتسكر. إذا في أدلة ضدهم وإذا تبين إنهم مذنبين رح ينالوا عقابهم طبعا. فاطمة يلا احكي. ما بيصير تتراجعي بعد ما وصلنا لهون؟ اسكت، لا تتدخل. شو قلتي بنتي؟ ايه رح اشتكي عليهم. انا غلطت وغلطت كتير كبيرة كمان كتير. كان لازم اتحاسب على هالشي. المفروض تكون انا مطرحه لمراد ابني هلا. كيندا بكفي، اللي عملته ما ممكن ينغفر لك. انا دمرت بيتي وعيلتي وحياتي بكل غباء بدون ما انتبه. انا خربت بيتي بايدي، دفعت ثمن غالي كتير. انا خجلانه من حالي كتير. ساويت شاي للست كندا تشربي مدام؟ لا هاتي انا باخذ لها. ما بيصير. لا بيصير، هاتي لاخذن. علاقتنا كانت منتهية، لو ما كان مراد دري كنا سكرنا عليها، بس كل شي انتهى نهاية مأساوية وخسرت ابني. ولولا الشغلة اللي صارت بالصيفية كان مراد هلا بإنجلترا وعم يحضر للماجستير. هديك المشكلة أثرت فيه كتير، ما قدر ينسى اللي صار أبدا. الله يلعن هديك الليلة وساعتها. مرام شوفي. ولا شي، كنا عم نحكي. يسلموا دياتك، عزبناكي معنا. قومي اشربي الشاي وارتاحي لك شوي. حاولي تنامي وترتاحي. شوفي لون وشك شلون صار مخطوف من قلة النوم. إذا لزمك أي شي خبريني، أنا هون. ماشي حبيبتي، يسلموا. الله يسلمك. قلتك سمعتنا؟ الحكي ما كان واضح كتير.
إذا تعبانة اطلعي ارتاحي لك شوي، بس يجهز الأكل بنادي لك لتتغدي. ارتحت بعد الحمام. كيندا عن شو كانت عم تحكي وسكتت لما أنا فتت؟ لما فتي؟ لا، بس الحديث كان انتهى. طيب شو المشكلة اللي صارت مع مراد وما قدر يسافر على إنجلترا بسببها؟ كان إله علاقة مع صبية اسمها زينب ونحن كنا عم نحكي عليها. بس هن انفصلوا الشتوية الماضية، هذا اللي أنا بعرفه. بس لما فتت كيندا حكت عن مشكلة صارت الصيفية الماضية، كانت عم تقول الله يلعن هديك الليلة بظن. ما قدر ينسى البنت وما قدر يتحمل انفصاله عنا، وقبل سفروا على لندن بيوم شرب وصار معه تسمم كحولي يوميتها لدرجة إنهن أسعفوه على المشفى وخبوا القصة عنا كلنا. هاي هي، وراحت عليه فرصة الماجستير. أنا رايحة أشوفهم شو طبخولنا على الغدا اليوم. ليكن اجوا. تأخرتوا. ليكنا ميسر اجينا، كريم كمان اجا معنا، ما حبسوا عندهم تركوه يروح. وين كنتوا؟ طول النهار عم نستناكم. كان عنا شغلة مراد. شو صار؟ يلا احكي لي ست مريم. خلينا نفوت على البيت وناخد نفس بالأول. ايه خلينا ناخد نفس بالأول. ايه فوتوا خدوا نفس، فوتوا. مرارتي يلا احكوا، قلقت كتير عليكم. احكولي شو صار؟ رح يردوا يفتحوا القضية. فاطمة قدمت إفادتها إلهم، اشتكت عليهم كلهم، اشتكت. حكيتي لهم كل شيء؟ أنا اللي حكيت لهم. رح يحققوا معي أنا كمان مو؟ ما بعرف. قال إنه القاضي المختص هو اللي رح يستلم القضية بنفس مكان الحادث، رح يبعتوا الضبط على إزمير والجهة المختصة هنيك تتولى التحقيق. طبعاً حسب نتائج التحقيق رح يقرروا إذا فيهم يردوا يفتحوا القضية ولا لا. طيب وشو مشان بيت رشدة؟ بجوز يستدعون اللي يحققوا معه. بصراحة ما بعرف، يلي بده يصير يصير. خبرتي حدا منهم باللي صار؟ مين بدي خبر يعني؟ ما بيكفي إنك رحت وخبرت الشرطة بدون ما تقول لحدا منا، حملت حالك ورحت، وبكرة الكل رح يحكي وبتصير قصتنا على كل لسان بالبلد. هالبنت كيف بدها تطلع بوش العالم؟ ملف القضية لهلأ سري. لا تخافي، ما في أي حدا هون رح يضرب القصة غير الجهات المختصة. أيوة بكرة بس الناس تبلش تفضح عرضنا، بتشوفي وقت السرية وأكل الهوى اللي عم تحكوا عنه. سكرنا على القصة وحاولنا نداري هالفضيحة، ليش لحتى تروح تنكشها من جديد؟ ليش عملت هيك كريم؟ ليش لتنكش قش الزلائط؟ نحن مو مكتوب إلنا نرتاح. فاطمة لوين رايحة؟ طالع شم هوا. ماشي روحي. بدي روح معك. اقعد بقرنتك. لا تبكي، بترجاكي لا تبكي، صدقيني أنا اضطريت أعمل هيك مشان أرتاح، تعبت مشان نقدر نبلش حياة جديدة أنا وإنتي. فاطمة إنتي لهلأ ما بتعرفيني، بدي إياكي توثقي فيني، إنتي لازم تصدقيني بترجاكي. أنا مستحيل أتنازل عن حبك أبداً.
شوفي أنا مستعد آخذ جزائي وانحبس، فيني أتحمل أي شيء بالحياة بس أنت وثقي فيني. لا تخاف كريم، لا رح تنرفع دعوة ولا تنفتح قضية، لأنه مستحيل حدا يصدقني أنا. شفت القاضي ما كان مصدقني، شي بيقلي ليش ما حكيتي من أول مرة؟ وليش صبرتي لهلا؟ شي بيقلي ليش جاي تعترفي هلا؟ طبيعي يسألك القاضي لأنه صار القصة زمان. ما سألنا كمان ليش قبلنا نتزوج بعض؟ كرر هالسؤال أكثر من مرة لأنه ما كان مصدقنا. أنا متأكدة إنه ما رح يتغير أي شي، رح يطلعوني مذنبة وأنت ما حدا رح ياخد برأيك، وهدوليك الوسخين رح يضغطوا علينا مثل عادتهم، ورح تصير مشاكل كتير وأنا اللي رح اتبهدل. فاطمة هالمرة رح يتعاقبوا، ما بيحسنوا ينكروا أو يهربوا، ما رح نسمح لهم بهذا الشي بنوب، ما رح يقدروا يسكتونا أو يهددونا أو يضغطوا علينا مثل كل مرة. اسمعيني منيح، نحنا ما رح نخاف، ما رح نركع لهم، وأنا بوعدك رح ضل جنبك. ما في أي أثر للفراو، شكله كان جاي هيك دغري ولف الدركسيون، لو مشي دغري مستحيل يخبط بالحيط. كان مقرر ينتحر، شكله كان جاي من عند البنت. خلينا نروح قبل ما يخالفونا لأنه صافين غلط. خلينا نمرق من هون، بدنا نمر على بيت كريم ونشوف شو الوضع. ليش؟ خلينا نعرف شو سوى هذا الغبي عندهم. لك هذا مراد ما بيرتاح الا يورطنا معه؟ كله من عمايل خالك، لولا ما كان صار هيك. لك حل عنه بقى لخالي، بكفي بقى. جبت مصطفى على الشركة وحطيته بخلقتنا وخليتنا نعيش مهددين كل يوم. على القليلة خالي ما كان متعمد انه يصير هالشي. بس مصطفى ما منه خوف، كون مطمن من هالناحية لا تخاف. ما بعرف ليش أنت مطمن لهالدرجة. لأني واثق من حالي وآخذ احتياطاتي منيح لدرجة تخليه يضل تحت إيدي وما يرفع عينه بعيني كمان. ليش شو عامل له؟ هذا سر خاص. يلا قوم جبت لك الأكل. ليش معزبي حالك؟ أنا فيني أطلع. لا ما بدي تبذل أي مجهود، رح جب لك الأكل لعندك وبدي طعميك بإيدي. لا تعامليني كأني طفل صغير. وشو فيها حبيبي؟ خليني دللك شوي. هاتي الأكل ناوليني. شو عجبتك؟ يسلموا إيديك. صحة حبيبي. لحد هلأ ماني مصدقة إني معك، كتير خفت عليك مصطفى، قلت لحالي خلص انتهيت ومستحيل أقدر أخلص من هالمستنقع، وباللحظة اللي فقدت فيها الأمل مديت لي إيدك. ما حدا ساوى معي منيحة قبل هلأ، ضحيت بحياتك لتنقذني منهم وصرت مديون لبيت رجدان مشاني. ماني مديون إلهم بشي،
أنا اللي إلي معهم وبعمرهم ما رح يقدروا يفوني حقي. شبك هلا؟ ما بني شي. ليكنا قاعدين وما أحلانا، ليش متضايقة؟ انسي الماضي كله. بس أهلك ما بدهم يانا نكون سوا. من هون لوقت تقابليهم فرج ورحمة. لا هني رح يجوا لهون ولا أنت فيك تروحي لعندهم. أمي مرة مريضة كتير وأنا ما بدي ضايقة. أنا كمان ما حابة ضايق حدا أبدا. اطمن حبيبي، ما رح أرجيهم وشي. هيك بدي إياك. طيب خليني جيب لك أدويتك مشان تاخذهم بعد الأكل.